أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سامعين الكرام، نهاية مناسب ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.